لقد وعى عقله كل حرف نصيحة يقوده للتألق، كأنه كان يدرك أنه سيكون نجماً وخليفة بعد المغادرين قبله. سماء شباب بلوزداد لا تغيب عنها النجوم، فوراء كل رحيل نجم هناك ميلاد نجم آخر. لقد اخترق ممرات البحث عن التألق كموهبة صاعدة ليفتح ذراعيه أمام رسم الفرحة باللون الأحمر والأبيض. إنها ريشة الإبداع. الصغير الذي كبر يوماً بعد يوم فصار يترك الآثار خلفه بعنوان لقد مر من هنا، وترك عيون الإعجاب معلقة بكل نسوج كروية كان يحيكها ابن مدينة وهران بنفس خيوط إبداع النجوم التي ولدت في مدينة الباهية. إنها مصنع المواهب في الجزائر. محمد إسلام بالخير وضع لنفسه مكانة النجم الأول في فريق أبناء العقيبة، فنال معها الألقاب والبطولات توالياً، ليكون التحدي اليوم البحث عن إيقاع الأنغام الإفريقية الغائبة عن الفريق ودمجها في مستقبل سيمفونية الأفراح للفريق البلوزدادية. محمد إسلام بالخير كان فأل خير على الشباب في كل تحدي، فحين تغيب الحلول في الملعب يظهر مجدداً لإشعال المدرجات فرحاً بصنيعه المعهود دوماً. لقد صار مكسبا محليا مع المنتخب المحلي، سيقوده لا محالة لكتابة مسيرة حافلة إن واصل على نفس سكة التألق، ليستحق الصغير عنوانا كبير. المستقبل ينتظر محمد إسلام بالخير. زير تيوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.